مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع مهم هو الحساسية الغذائية، سي لي زاليرجي اليمونتير. تساؤلات بالمرات بسيطة والأجوبة تكون أبسط، ولكن وين نسيبوا هذه الأجوبة هذه؟ احنا حبينا من خلال هذه الحصة هذه مع أخصائيين نجاوبكم على بعض التساؤلات نتاعكم. سي اون اورجونس، دونك حاله استعجاليه اللي نشوفوها براتيكمون في كل يوم ولا في كل كي ندير مناوبات نشوفوها طول طون. دائما الاساتذه يسعوا باش يخلقوا ذاك الجو الهادئ اللي نقدروا نديروا المسار تاعنا الدراسي. حصتكم الاسبوعيه ولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو موضوع الحساسيه الغذائيه. باغ اكزومبل بغيت تهضر معايا يقول لك انا ما ناكلش هذه ديال الالرجي، انا ما ناكلش هذه، شغل ماشي حاجه واحده، ما ياكلش حوايج بزاف يديروا له الالرجي. الدواء هو انك لما تدير الازمه الاولى لازم تردوا بالكم يا اولياء، ولكن هذيك الماده ما لازمش تزيدوا تناولوها، هذا هو يعني احسن علاج. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا ولادنا تحت جناحنا صفحه الفيسبوك. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.